الأصبحي للشيبي، الشيبي تمرير الآن العطلة للشيبي الأصبحي، الأصبح من جديد فرصة ممتازة العطلة، يلا 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 فرصة خطيرة، هدف جول أول، ما كنا نريد هو الذي حصل في هذه اللحظة، 1-0 لعناصر المنتخب الوطني المغربي، 1-0 لعناصر المنتخب الوطني المغربي، هدف أول يحرر الضغوط، يرفع المعنويات، هذا ما نريد، شوف الطريقة، اللمسة الواحدة تعمل، اللمسة الواحدة كانت حاضرة، العاطل الله، العاطل الله يضع الكرة في الشباك، 1-0، 1-0، كونغو في موقف صعب الرغبة في معاينة من سينتزع هذا اللقب، كرة ملعوبة، فرصة خطيرة جدا، خطيرة جدا، خطيرة جدا، هدف لصالح منتخب كونغو برازافيل. تحدثت عن اجترار الأخطاء الضائعة، اجترار الأخطاء الضائعة، يجب أن نرمم الصفوف الآن، يجب أن نرمم الصفوف. شاهدوا الكرة، بن عاشور لم يحسن التعامل مع الكرة الماضية والخروج الماضي، 1-1 الآن، 1-1 الآن، سيكوكو في المكان المناسب ويهدئ في هذه اللحظات من روع اللاعبين. كرة مشديدة أمامية خطيرة 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 خطيرة، هذه ولا أحسن ولا أفضل متفائل كان يتوقع، يعني بصراحة جاءت في وقت غير متوقع وغير مطلوب أنه يجي فيه هدف للمنتخب الوطني المغربي. ممكن نقول بأنه تراجع بشكل كبير في المستوى، خاصة العشر دقائق الأخيرة نشاهدونا. لا تحتاج لتعليق بتاتا.